السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. وبسبوسة، شوفوا يا جماعة، البسبوسة دي بتعمل بكذا طريقة عشان تبقوا عارفين، بكذا طريقة. البسبوسة كل سنة وانتم طيبين، الأول بتاع رمضان بتتعمل بكذا طريقة، في بتتعمل فيها بيض، وفي بتتعمل فيها زيت، وفي بتتعمل فيها ما فيهاش بيض، وفي بتتعمل ناشفة خالص بالمية، في كذا طريقة. وفي بتتعمل بالزبادي اللي هي قدامنا دي، معمولة بالزبادي، دي بسبوسة بالزبادي. وهاني هن ايه هن ايه هنقطعه بسم الله كده، نقول نسميه طبعا يا جماعه. برضو احنا دايما نعملها وهي سخنه، يعني ايه المفروض هي تبرد، المفروض هي تبرد. اهو 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 اهو، شوف كده شوف كده هيبقى نظامها ايه. بسم الله، طبعا لسه سخنه يا جماعه، للاسف ان هي كان المفروض تبرد، بس انا هعمل ايه اهو، التصوير بيحكمنا احيانا. بسم الله، وشوفوا من الجهه الثانيه دي، سينما سينما اهي سينما، شوفوا يا جماعه اهو لسه سخنه لسه سخنه. انا عايز بس ااكد عليكم، المفروض البسبوسه دي تقعد لها خمس ساعات على ما تيجي دخان، هي لسه طالعه وسخنه اهي وبتدخن اهي قدامكم اهي. وطبعا طبعا القشطه بقى البلدي بقى اهو، النهارده بتفخر انا طبعا القشطه دي يا حاجه. بسم الله، نحط بقى ايه، شوف بقى تقوم حاطط بقى القشطه كده، تقوم واخد القشطه كده اهو وتحط كده. بصوا بقى بصوا بقى كده، انا لسه والله ما دقتها، هي طبعا هي لسه مختومه اهي بختم المصنع زي ما بقول اهي. بسم الله، عمار جميل عمار جميل بجد يا حاج، انا ما اعرفش اكل لوحدي كده، طعم الخلطه اهو يا ولا، شوفوا يا جماعة اهو اهو اهو، شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الحرف يا جماعة، زي ما بيقولوا يقول لك هات لي حتة من الحرف، اللهم صل على النبي احسن. شوفوا تحفه، بسبوسه تحفه. الوصفه ديت سهله جدا جدا، بس للاسف انا كنت مسافر وما صورناهاش، بس هي سهله يعني مش صعبه. احنا نعمل لكم البسبوسه بكذا طريقه اهي، شوفوا شايفين شايفين، بس انا عايزكم تشوفوا بس كده الحركات اهو ما تدوقي الناس اللي جوه دول يا حاجه، وانت تدوقي كده وتشوفي كده ايه الحل. بسم الله، نعم حلوه حلوه قوي دي، الله فظيع، المفروض تدوقي من ايدي دي. طعمها روعة بجد بجد، عالمية زي ما بقول اهو. هي دي بتبص المحل ده بس سخنة، المفروض تبعد عشان تتماسك. ايه جميلة جميلة جدا،
طعمها احسن من اللي فات. اي أيوة والله بص يا جماعه احنا عملنا البسبوسه، هي الحاجه بتتكلم كده، عملنا البسبوسه ساده خالص، بسبوسه الناس، الناس ازاي يعني، ناس بسبوسه الناس العاديه، بسبوسه بميه بس بتاعت المحلات اسمها بسبوسه بالميه، بسبوسه بالميه اهو، سمنه وميه بس، سمنه وميه بس، سمنه بلدي وميه اهو، دي زبادي وسمنه اهو، سمنه بس، ايوه زبادي وسمن، دي بقى زبادي بدل ما نحط الميه حطينا زبادي، يعني هي زي الوصفه اللي فاتت بس بدل ما نحط الميه حطينا زبادي، صح يا حاج؟ اه ايوه كده، وحطيت كيك شيف و اه يعني بصوا 100 حد يقول لك ايه بسبوسه المحلات، بسبوسه المحلات ما بتعملش فيها حاجه خالص، حاجات تانية. اه هي ثلاث مكونات، بتبقى صايمه، اه بتبقى صايمه، سميد وسمنه، اي والله صايمه، وميه، تحط الميه لا تحط لبن. اه عجباني يا حاج، عجباني قوي قوي، بصي عجباني، عجباني دي البسبوسه دي عجباني، طبعا مش عايز اقول لك بقى قصه تاني، ده كفايه قوي ده كده، تمام يا صلاه النبي، اللهم صل على النبي بجد يعني. الاكل نعمه من عند ربنا، والاكل النظيف، السمنه برضو هي، شوف بدات تمسك اهي، شوف يا جماعه كل ما تغيب، لان هي سخنه والله المفروض ترتاح خالص، تاخد راحتها خالص 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 اهو، اهو اهو شوفوا يا جماعة، بجد يعني حاجة فوق الخرافة، الخرافة، حياة أبوك يا حاج، الله يرحم أبوك، تهني لي خرطتين من دي الصبح، تهني لي منها خرطتين نفسي فيها بس ما عادش خلاص هاكل بقى دلوقتي عشان خاطر، يعني لي حتتين مش بتقوم متبخرة، متوزعة متبخرة يعني، مطعم يسري رسالهم طيبين، واتمنى من الله، اتمنى من الله ان انتوا تكونوا اسعد ناس، وربنا يبلغكم رمضان يا رب وانتوا بصحه وعافيه، والصوم وحلوين اصحاء في امان في كل حاجه، اشوفكم بخير، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه وتفعلوا الجرس، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.